خلينا ناخد معانا بعد اذن حضراتكم الدكتور محمد صلاح، منسق عام حياه كريمه باسوان. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. عامل ايه يا دكتور؟ الحمد لله بخير. اقدر اقول لك بمل والفم كده، يادي النور يادي النور، حياه كريمه نورت نجع جبران، مش ده اللي حصل؟ نجع جبران واحده من انا معاك يا دكتور اللي كانت محتاجاها اهالينا. نجع جبران واحدة من المبادرة الرئاسية القديمة، ويمكن الاستماع لمشكلات وتحديات أهالينا داخل القرية كان أساس تنفيذها. فتم البدء بجلسات مجتمعية استهدفت الاستماع للمشاكل المختلفة، وكان من ضمنها افتقاد القرية للكهرباء. وبالفعل يمكن في الاشهر الاولى تم الانتهاء من توصيل الكهرباء، اعمده، محولات كهربائيه، اسلاك كهربائيه، اضاءه. تحولت القريه ل غامره بسبب وجود كهرباء افتقدتها القريه لمدار سنوات طويله. دكتور محمد، هو الشبكه ايه الاخبار؟ الخط عمال بيروح وبيجي. طيب خليني هنا هرجع على نجع جبران مره تانية، وعلى المساله بتاعت من وقت ما حطيتوا ايدكم على المشكله وخدتوا قرار ان نجع جبران تنور. اولا ده خد وقت قد ايه؟ وتكلف قد ايه يا دكتور؟ نجع جبران طبعا يعني احنا بدانا فيها في 2021، تم الانتهاء منها في نهايه في الاستماع لاهالينا داخل نجع جبران، وتم الانتهاء فيها. تم توصيل الكهربائيه و15 كيلو من المواصلات، اضافه ل 60 كشاف ومحولات كهربائيه فولت. اجمالي المشروعات اللي تم تنفيذها، تم تنفيذ يمكن في عدد نجع جبران بس، يمكن اتنفذت كمشروعات كهرباء 86 مشروع من مشروعات الكهرباء في قرى محافظه اسوان ككل. تم تنفيذها باكثر من 4 مليار جنيه، وده طبعا مبلغ كبير جدا جدا، من ضمن المشروعات الهامه اللي كانت بتهم اهالينا بشكل كبير جدا ده قرى المغاضره. ده أكتر من رائع. خليني أول أشكرك يا دكتور، كل الشكر دكتور محمد صلاح، منسق عام حياة كريمة بأسوان. 86 مشروع في أسوان بس، التكلفة تقريبا حوالي 4 مليار جنيه، علشان الناس تعيش كويس، عشان الناس تعيش بالفعل حياة كريمة.